اهلا بكم اخوان الاخوات، فيديو جديد على قناتكم اش نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صباح سعيد، تكونوا على ما يرام. اخوان الاخوات، كنهضر معكم مباشره من مطار خوسيب طراديه البراط برشلونه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صباحكم مبروك. اليوم الاخوان الاخوات جيت باش نهضر على واحد الموضوع هام، او واحد المساله صراحه اللي يبقى فيا الحال عليها، وصراحه ما عجبنيش الحال الشخص اللي دارها، وانما ما عجبنيش الحال الوضع ككل. يعني الوضع، انا كاين بزاف ديال الناس تفضلوا انا ولكن هاد خو يعني هاد القصه اللي غنعاود لكم وهاد القضيه اللي غنعاود لكم، صراحه بقيت كنفكر بها بزاف وبقى فيا الحال صراحه، ما باش نكون واضحين. علاش بغيتها نتوما كما كتشوفوا الاجواء؟ يعني حاليا جيت الصباح تلاقيت واحد الطائرات خارجه من مطار ديال برشلونه، وحده غادا لطنجه وحده غادا لمراكش، يعني كاين مغاربه كثار غاديين، رغم الشروط ورغم هادشي الناس كتحب الوطن ديالها، والناس يعني مضطره تمشي لان مخليه والديها ومخليه العائله ديالها، فيعني كل الناس مضطره تمشي. المهم هذا غير كاشاره وصافي. الموضوع اللي جيت نهضر عليه في هذا الفيديو عفوا، اللي هو انني اليوم وانا في مطار برشلونه تلاقيت مع واحد المغربي، هو ومراته وعنده واحد جوج بنات ووليد هنا في مطار برشلونه. انا فاش تلاقيته جا هضر معايا كذا، يعني عادي لقاني هنا كون انني يعني ما كنشوفش وكذا، قال لي واش محتاج لشي حاجه؟ انا كنت عواقف فهمتي، ما يعني ما غادي حتى شي قلت وقال لي ودي واش محتاج حاجه؟ قلت له لا وكذا، بقيت نتجاذب انا ويا اطراف الحديث وكذا، كندوي وكنهضروا الجو وكذا هنا في اسبانيا كيفاش الامور دايره. واحد اللحظه سولت قلت له واش غادي للمغرب بعد الدرو الوايره وكذا، قال لي لا، قال لي انا غادي نمشي للتنيريفي. قلت له ودي مزيان، اذا عندك شي عائله تما ولا غادي تمشي عندك شي غراض ولا حتى عام من باب الفضول وصافي؟ كنهضروا انا كنعرف المغاربه مع بعضياتهم. قال لي لا، قال لي راه غادي نمشي تمايا المغرب، كنت باغي نمشي للمغرب، ولكن نظرا لانني ما غاديش نقدر نمشي لهاد الاجراءات المشدده ولي بي سي ار لولادي وكدا، وهادي يعني بي سي ار قالك هو عنده يعني ثلاثه ديال الدراري هو مراته، وبي سي ار هنا ما كيهبطش كما كنعرفوا على 70-75 اورو، فا يعني الشروط كانت شويه قاسحه علي. وقال لي ودي غادي يمشي لتنيريفي يدوز الفاكونس تما، هي هذيك، والجو تما تما الجو شويه معتدل وقريب للمغرب، يعني الجو معتدل تما وهذا. ف صراحه هاد القضيه بقات فيا بزاف صراحه، كيفاش ان مغربي في عوض انه يمشي يخسر فلوسو يديها لبلادو وتستافد منها البلاد ديالو ويستافد ولاد بلادو من السياحه، فتي تيمشي لبلاصه اخرى وتستافدوا منا بلدان اخرين. فاش نقول لك صراحه، هاد الحكومه هذه غاده غير في واحد الطريق ديال ما لقيتش صراحه اسم، ما لقيتش واحد العباره اللي نقدر نعبر بها، يعني كيفاش ان الناس يعني هنايا مضروره من هاد الاجراءات هادو، كيفاش انني ندير ثلاثه ديال التحليلات، ثلاثه ديال الجرعات ديال اللقاح، وفوق هادشي كامل نجيب انا بي سي ار بالثمن، وفوق هادشي كامل نمشي للمغرب ويديروا لي بي سي ار اخر، فراني داخل لبلادي ماشي داخل شي بلاصه اخرى، داخل شي غرفه ديال الاستخبارات ولا هذا مكان. هادشي اللي جيت نتقاسم معكم، فبقات فيا هاد المساله هادي وجيت نقولها لكم، ونيت باش نوصل واحد الرساله للحكومه ان يعني كافه من هاد المهزله هادي، من هاد القرارات العشوائية الغير المدروسة. ف يعني انت فارض عليا ثلاثة ديال الجرعات فكافة، علاش غادي تزيدني بي سي ار؟ حتى هو والناس عندهم ولادهم وفاردينهم من 6 سنين، ماشي حتى من 18 عام ولا من 6 سنين. فبالتالي الإخوان الأخوات، يعني شيء محزن ومحزن بزاف، وبقى فيا وبغيت نبارطاجيه معكم كيفاش ان يعني المغاربة كيمشيو يدوزو
لي فاكونس ديالهم في بلدان اخرى في عوض انهم يدوزوها في بلادهم. انا ما كنحملهمش المسؤوليه، كنحمل المسؤوليه للحكومه والمسؤولين على البلاد، هما اللي خصهم يدرسوا هذا الشيء، وهما اللي خصهم يقوموا بالاجراءات اللازمه لتسهيل العوده ديال هاد الناس للبلاد ديالهم. ف يعني لا حول ولا قوه الا بالله. المهم الاخوه والاخوات المقليه من ضيف، تحياتي لكم، كان معكم يوسف دائما بقناتكم اجريد اش نيوز، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.